السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. وبالنسبة اللي بتفرج عليا لأول مرة، ما ينساش اللايك ويشترك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات والترددات الفضائية والأحداث الرياضية. مواجهة قوية جدا بتجمع بين فريقي الجزائر ومالي اليوم وديا على ملعب مصطفى الشاكر بالجزائر. فريق الجزائر أو عاصفة الصحراء الذي تمكن من الفوز على موريتانيا 4-1 في اللقاء الماضي وديا أيضا، ولعب 25 مباراة قبل كده وما اتغلبش فيهم ولا ماتش، واستعدادا لتصفية كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022 من العام القادم إن شاء الله. بمشيئة الله تتلعب المباراة النهاردة الساعة 8 إلا ربع بتوقيت جرينتش، 9 إلا ربع بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، 10 إلا ربع بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 11 إلا ربع بتوقيت السعودية واليمن والعراق وسوريا وفلسطين، 12 إلا ربع بتوقيت الإمارات. قناة واحدة على النايل سات أو تردد وحيد هو اللي بين المباراة الجزائر وديا أو محليا أو في تصفيات كأس العالم أو المباريات، أغلب المباريات اللي بتتلعب العالمية، وهو تردد 11680. في رابط إن شاء الله هسيبهولكوا أسفل القناة، الرابط بيشرح طريقة كيفية استقبال قناة الجزائر الأرضية أو طريقة فك شفرة القناة عشان نستقبلها على الأجهزة بتاعتنا بكل سهولة. فبالنسبة اللي يواجه لأي مشكلة بالنسبة لاستقبال الجزائر الأرضية هيقدر يدخل على الرابط ومن خلاله هيعرف إزاي يفتح شفرة القناة دي على جهازه. نيجي بالنسبة للتردد المجاني الموجود على النايل سات، هو تردد وحيد بينقل كل مباريات الجزائر أو الفرق والأندية بالنسبة للأندية الجزائرية، وهو 11680، معدل الترميز 27500، والخطباء اتش أو هوريزنتال أو أفقي 11680، معدل الترميز 27500، والخطباء اتش أو هوريزنتال أو أفقي. وموجود عليه أكتر من قناة بالنسبة للقنوات الجزائرية، يعني في حدود 6 أو 7 قنوات جزائرية تقدر تتنقل ما بينهم، وإن شاء الله المباراة هتعرض على واحدة منهم. وموجود عليه أيضا قناة الجزائر الأرضية المشفرة، واللي هنفتح شفرتها من خلال الفيديو اللي أنا هسيبه لكم في الوصف إن شاء الله أسفل الفيديو دون. كل التمنيات للمنتخب الجزائري الشقيق بالتوفيق، وتمنيات للجميع بمشاهدة ممتعة ونتفرج على المباراة قوية النهاردة. أشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.